أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الخاص بالمصادقة النهائية على بناء نحو 5700 وحدة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين بالمخالفة لكل المواثيق والقوانين الدولية. واعتبرت الخارجية الفلسطينية المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية جريمة جديدة ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنها ترى في تلك الوحدات الاستعمارية الجديدة مكافأة لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يشكل أغلبية الحكومة الراهنة بزعامة حزب الليكود. وللمزيد ينضم إلينا من القدس أو تنضم إلينا من القدس دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. أهلا بك دانا في منتصف النهار، صفي لنا تحركات سلطات الاحتلال في هذا الاتجاه منذ تولي الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. نعم، بعد التحية، هذه الحكومة هي حكومة استيطان تعول على الوحدات الاستيطانية التي تصادق عليها لتضمن بقائها في داخل هذا الائتلاف الحكومي، إرضاء لليمين المتطرف الذي يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تعتبر أن البناء في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية هو غير شرعي وفقا للقوانين الدولية. إلا أن هذه الحكومة ماضية قدما بالبناء الاستيطاني، ولربما القرار الأخير الذي يتضمن إعطاء سموتريتش وزير المالية الإسرائيلية في داخل هذا الائتلاف الحكومي الصلاحية والقرار بإصدار التراخيص الأولية لبناء الوحدات الاستيطانية دون الرجوع إلى المستوى السياسي في الضفة الغربية. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني تطبيع المصادقات على الاستيطان، أي جعلها كما يحدث في داخل الخط الأخضر، أي أن هنالك سيكون هنالك بناء لمستوطنات دون المرور في أربعة مراحل تمر بها المصادقة على بناء المستوطنات هذه. كان القرار الأخير والذي انعقد أمس في يوم الاثنين، كان هنالك مصادقة من اللجنة العليا للتخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، المصادقة تحديدا على 4643 وحدة استيطانية. كل هذه الوحدات الاستيطانية 4000 وما يزيد عليها وصلت إلى المرحلة الرابعة دون أن تمر في المراحل الثلاثة السابقة كما ذكرنا، دون مصادقة المستوى السياسي الرسمي وما إلى ذلك. 4000 وما يزيد على هذه الوحدات الاستيطانية هي ذاهبة لمرحلة إعطاء المناقصات للشركات، وهذا يعني تقليص وتسريع عملية البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. عدا عن ذلك، هنالك ما يزيد على 1000 وحدة استيطانية ضمن هذه المنظومة كلها سيتم تمريرها في المرحلة الثانية ليكون هنالك استماع إذا ما كان هنالك اعتراضات على بنائها. إذن هذا، لكن دعيني أقف معك عند هذه النقطة. ذكرت أنها لم تمر بثلاثة مراحل، هي أربعة مراحل، لم تمر بثلاثة مراحل السابقة، ما هو السبب وراء ذلك؟ هذا القرار الذي أعطاه نتنياهو لسموتريتش، وهذا ما كشفت عنه تقارير إسرائيلية، أنه منذ بداية تولي نتنياهو لهذه الحكومة كان هنالك اتفاقيات بينه وبين سموتريتش وبينه وبين إيتمار بن غفير يضمن لهم تحقيقها في حال تمكن من تكوين هذا الائتلاف الحكومي. هو يحاول إرضاء هذا اليمين المتطرف على حساب الفلسطينيين. إعطاء القرار ويعني الأولوية لسموتريتش بأن يكون هنالك اتخاذ قرارات للمصادقة بشكل نهائي على بناء المستوطنات دون المراجعة للقرارات السياسية العليا، هذا يتمثل في هذه الوحدات السكنية والاستيطانية التي تحدثنا عنها. هذا يعني أن سموتريتش رأى بأن هنالك ضرورة لوجود مثل هكذا مستوطنات في الضفة الغربية تزيد من تعزيز الإسرائيلي أو المستوطن على حد تعبيره في داخل يهودا والسامرة، ويقصد بذلك الضفة الغربية، وأن مواجهة الإرهاب يتم عن طريق البناء المتزايد في داخل الأراضي الفلسطينية. لذلك هذه المصادقات التي لم تمر ولن تمر في هذه المراحل الثلاثة جاءت تطبيقا للقرار الأخير الذي يعطي الصلاحية للمصادقة على بناء وحدات استيطانية دون الرجوع للمستوى السياسي، وهذا ينطبق على ما يزيد على 1000 وحدة استيطانية إضافة لحوالي 5000 وحدة استيطانية التي تحدثنا عنها خاصة في مستوطنة علي. هذه المستوطنة التي كان فيها يعني الأسبوع الماضي عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل 4 مستوطنين. جزء من العقاب الجماعي ضد ذوي الأسرى وضد ذوي الشهداء
هو البناء الاستيطاني، وهذا أيضا جاء ضمن هذه القرارات الأخيرة التي أدانتها الإدارة الأمريكية، وكان هنالك تحذيرات وتمديدات بأن استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني يعني مزيد من العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. نعم. وبأن مثل هكذا المستوطنات تقوض حل الدولتين والتفاوض والسلام وحتى إقامة دولتين، وهو المشروع التي ترعاها الإدارة الأمريكية. على الرغم من ذلك، حسب محللين هنا، لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي ضد إسرائيل والحكومة الإسرائيلية. كل التهديدات هي تندرج فقط في الأقوال وليس الأفعال، ما يجعل إسرائيل تمضي في كل هذه الإجراءات كمحاولة. ولكن زانة، يعني في ظل هذه القرارات والتحركات الإسرائيلية في تحقيق يعني هذه أو وجود هذه الوحدات الاستيطانية، ما هو موقف الشعب الفلسطيني؟ ما هو موقف الشارع الفلسطيني من كل هذه التحركات؟ وأيضا الفصائل الفلسطينية، هل أصدرت قرارات؟ هل يعني قامت برد فعل معين حول ما يحدث من تحركات إسرائيلية؟ نعم، يعني الشارع الفلسطيني رافض لكل مثل هكذا أفعال ومحاولة لاقتلاع جذورهم من أراضيهم، أي أن المصادقة على وحدات بنائية يعني مصادرة أراضي، يعني إخلاء للفلسطينيين من أراضيهم لصالح المستوطنين. لذلك تكون هنالك مواجهات ومناوشات مستمرة ما بين الفلسطينيين وبين المستوطنين الذين يشرعنون هذا الإرهاب وهذا الاعتداء، لولا كل هذا الدعم الحكومي والذي يعني رعته الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ هذا الاعتداء. الفصائل المقاومة الفلسطينية كان لها رد واضح وصريح. أمس كان نتنياهو يتحدث على أن الفلسطينيين يجب أن يخفضوا في سقف توقعاتهم بالحصول وإقامة دولة فلسطينية، وهذا ما أدانته حركة حماس في بيانها، وقالت على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتخذ قرارات حازمة تجاه علاقتها مع إسرائيل بوقف التنسيق الأمني، وليس فقط التلويح والتهديد بوقف هذا التنسيق الأمني. كذلك الحال الخارجية الفلسطينية أدانت كل هذه التصريحات، وأدانت أيضا يعني استمرار إسرائيل في البناء والتوسع الاستيطاني على حساب أراضي الفلسطينيين، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة إلزام إسرائيل بالتراجع عن قراراتها وباتخاذ، خاصة الإدارة الأمريكية، اتخاذ تدابير وإجراءات واقعية على أرض الواقع تمنع هذا التوسع الاستيطاني. لو تحدثنا عن توقعات المحللين من خلال معلوماتك عن الوضع في فلسطين، هل هناك توقع لمزيد من التصعيد بعد هذه الخطوات الاستيطانية من قبل قوات الاحتلال؟ يعني التصعيد مرهون بالتحرك الإسرائيلي على أرض الواقع، وهو لم يتوقف منذ عملية جنين الأخيرة. كان هنالك تقارير إسرائيلية تتحدث أن نتنياهو، وضمن المشاورات الأمنية التي يجريها مع وزير الأمن يوآف جالنت ورئيس أركان جيش الاحتلال، يقولون أنه لربما تكون هنالك عملية عسكرية خلال يتم تنفيذها فقط خلال 48 ساعة تستهدف إرهابيين وتحاول توسيع دائرة الاعتقالات. هذا إذا ما تم فعلا، ونحن عشية عيد الأضحى، هذا يعني أن الأمور ستجر إلى مربع أكثر عنف وأكثر دموية، ودائما ما يكون الضعيف فيها الفلسطيني، لأنه لا يملك القوة ولا يملك ما يجابه به إلا التصدي، سواء في المسجد الأقصى واقتحامات المستوطنين أو حتى لعمليات الاغتيالات التي تنفذ هناك. البيانات الإسرائيلية تقول أنها ستحاول الحفاظ على وجود السلطة الفلسطينية لأنها تساعدها في مسك زمام الأمور، ولكن نعم. السلطة الفلسطينية لم تتمكن من اتخاذ دورها، لذلك يجب على إسرائيل أن تنفذ عمليات عسكرية في بعض المواقع. هذا يعني مؤشر ودليل على أن في نية إسرائيل هنالك نية بالحديث عن عملية عسكرية تستهدف مناطق معينة وتحديدا شمال الضفة الغربية. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لدانا أبو شمسية من القدس، مراسلة القاهرة الإخبارية.